اذا كما وعدتكم انه كل فيديو كل جمعه وكل اثنين ولا ثلاث، حنحاول اني نضع هذا الفيديو الاثنين ولا ثلاث هاليوم الحد. مثالي عندي ليله كامله مونتاج، عندي خدمه تاع الناس مازلت في الماك في هنا، وايضا انه جبت حاجه جديده ماك ميني نزلت حتى ما جربتوش، شعلته فلات وشفته ومعول اني نقوم به ندير عنه مراجعه، وايضا عندي لو نشوفوا تروحوا منيه عاد تلقاو انه برودكت فوتوغرافي عندي بعض اللحظه. هذه الشركة هاي تك برو عطات لي باور بانك وكذا، اجي نعمل لهم بعض الصور اجي نحطوها في امازون اكونت يعني. ولكن ما حبيتش نقطع اليوتيوب اليوم، وايضا انه لانه قمت بعمل فورمات الويندوز ذكرت بعض البرامج اللي هي اساسيه واللي نعتقد انك لو تثبتها في حاسوبك مش راح تنساها ومش راح تندم انها موجوده في الحاسوب ودائما تستخدمها، بمجرد فقط هي برامج مجانيه لي انا نفضل نستخدمها ونفضل ان نجدها في اي حاسوب. راح نعطيكم واحد الشرط فقط، هو انه لقيت برنامج في هذه القائمه ما تعرفوش شارك هذا المقطع، إن كنت تعرف كل البرامج فأعطينا برامج ما نعرفوهاش في التعليقات وهكا نكونوا ربحنا كلنا. إذن لايك شير سبسكرايب ليتس جو. البرنامج الأول اللي مستحيل ما نلقاش في الحاسوب هو الأمساي أفتربرن، هذا البرنامج يحتاج إني نتكلم عنه في فيديو منفصل لوحده لأنه مقدار الخصائص ولا مقدار الفوائد اللي يقدمها لك مجنونة تماما مقابل إنه برنامج مجاني. بالرغم من انه من شركة أمساي لانه يعمل مع كل بطاقات الشاشة، هذا البرنامج عبارة عن حزمة متكاملة يسمح لك تسجل فيديو تسجل صور تشوف احصائيات اللعبة والبنش تعمل بنش ماركات، تقدر تعدل فان كورف يعني تعدل سرعة دوران المروحة، تقدر تعدل الفولت وتعمل اوفر كلوك للبطاقة ولا اندر كلوك للبطاقة، فبرنامج ضخم ضخم برنامج فيه مميزات كبيرة جدا وايضا مجاني. برنامج اخر في القائمة راح يكون رين ماتر. رين ماتر هذا عبارة عن انه برنامج صغير تثبته في حاسوبك مجاني، ولكن السر فيه انه السكينات اللي ممكن اللي راح يمكن هذا البرنامج تثبيتها له مطورين من طرف الناس مثلي مثلك يقوموا بانشاء سكينات بانشاء تعرفوا هذيك تاع الويد جيت اللي موجودين في الهواتف مثلها ولكن بشكل ستايلايز وبشكل مختلف تماما في الحاسوب، فيسمح لك انك تاخذ الديسكتوب ولا الشكل العام لحاسوبك الى مستوى اخر تماما. ابحث فقط في اليوتيوب راح تكتب رين ماتر سيت اب ولا رين ماتر سكين سيت اب وراح تشوف الناس كيف يبدعون به، حتى لو انك ثبت معه برنامج اللي هو مش مجاني للاسف وول بايبر انجن وراح تحصل على حاسوب راح اي شخص يدهش من مدى جماله. حتما هذا برنامج نفضل لانه انا نحب اني نعدل في حاسوبي، ولكن كل شخص واختياراته. برنامج اخر هو الفيم فيم ولا اف او ام، هذا البرنامج يشبه برنامج الشريط اللي موجود في كل الهواتف حتى من كلكم تستخدموه، ولكن هذا يسمح لي اني نرسل ملفات ما بين حاسوب والهاتف بكل سرعه وبكل اريحيه. البرنامج ما يحبش انترنت، مجرد ان يكون اتصال انترنت ولكن مش شرط انها تكون مدفوعه ولا كذا، المهم تكون متوفره. هو حل رائع جدا، لقيته انه لما مثلا عندي صوره في الحاسوب نحبها في هاتفي ولا عندي ملفات صغيره نحب نرسلها في الحاسوب ولا الهاتف العكس صحيح، عليك انك تثبته في الحاسوب وتثبته في الهاتف. ولكن لما نتكلموا عن ملفات كبيره وملفات ذات حجم كبير فحتما الكابل راح يكون افضل ولا الطريقه التقليديه لنقل الملفات راح تكون افضل لانه السرعات. برنامج اخر ان نطقت اسمه صحيح هو ويندار سات. ويندار سات هذا تحملته ما كنتش على بالي به، جربته ولقيت انه واو، هذا برنامج يسمح لك يقوم بفحص للهارد دايل الوحده التخزينيه اللي انت تملكها، بعد ذلك راح يقوم يضعها لك على شكل مكعبات وعلى شكل اشكال غريبه ملونه، ولكن الفائده تكمن في انك راح تعرف انه كل ما تكبر هذه الاشكال معناها ان تلك الملف ياخذ مساهم ياخذ مكان كبير من مساحتك التخزينيه. نتذكر مره انه كان الهارد درايف سي تاعي خلاص بقات لي جيجا ولا زوز، عملت سكان بين هذا البرنامج لقيت انه نسيت برامج فيديوهات كانت بحوالي 15 جيجا مرميه هناك نسيتها تماما، وهذا البرنامج كان خرافي لحد الان ما زلت نستخدمه لانه حتما راح تنسى برنامج ولا راح تنسى فيديو ولا تنسى شيء، ما نعرف درتي دوسي داخل دوسي داخل دوسي وتنساه، فهذا البرنامج راح يقدم لك فحص دقيق جدا وفحص رائع يسمح لك انك تقرا وتعرف وتربح من ورائه مساحات خزينيه. برنامج اخر لقيت سمعت به ما لقيته الا هذه الايام فقط اسمه فالكن اكس. فالكن اكس هذا عباره عن برنامج صغير يسمح لك انك تحرك الايقونات من ان تكون في الجنب، تعرفون في ويندوز تكون في الجنب، انها تضعها في المنتصف
حيلة جمالية هكذا. أنا فقط هكذا نشتري الأشياء هذه الصغيرة اللي تخليك حاسوبك جميل ولا مغاير عن الناس. أيضا تطبيق آخر موجود في الويندوز ستور، نعم هو موجود في الويندوز ستور، ولكن هذه اسمها Raw Image Extinction، واللي راح مستحيل انك تكون مصور وما تثبتش هذا على حاسوبك. هذا راح تسمح لك انك ترى ملفات الراو قبل حتى ما تفتحها في برنامج اخر، راح تسمح لك انك تشوف الراو مباشرة من الكارت ميموار مباشرة، هكذا راح تفتح لك ملفات الراو وتعرف وش هي الصور. لانه تخيل معي صورت عرس فيه 500 صورة ولا 600 صورة، وبعد ذلك انك تبحث عن صورة معينة، فمستحيل في الويندوز في سابقا ما كانش يعطيك الصورة، ما تقدرش تشوفها لانه الراو ما يقراش الويندوز، عليك انك تستخدم برامج مثلا تفتحه في الفوتوشوب. تخيل معي تحاول تحل 500 صورة في اللايت روم تصنعها تمبورتي عشان انك ترى صورة ولا تبحث عن صورة معينة، فهذا راح يسمح لك انك ترى صورك بدون حاجة الى برنامج خارجي، برنامج صغير ثبته في الخلفية ومش راح تحتاج ابدا به، يعني مجرد كودكس كانه للفيديو. نيكست هو فرابس، ففرابس راح يعطيك الاف بي اس الخاص بالالعاب. صدقوني انا ما نستخدموش كثير، ولا نستخدمه اما ساي افتر بيرن يغنيك عن كلش اما ساي افتر بيرن، ولكنه الناس اللي ما تحبش اما ساي عندكم فرابس. برنامج اخر ممتاز جدا اسمه ديسكتوب ريموت مانجر ولا كروم ديسكتوب، والله نسيت اسمه، المهم في ديسك ريموت ديسكتوب حاجه كما هذا التطبيق اللي راح تثبته في حاسوبك وهاتفك، راح يسمح لك انك تتحكم في الحاسوب من الهاتف، تحكم في حاسوبك كامل من الهاتف. راح يعطيك شاشه، راح عندك حتى جستر مثلا اصبعين في على شاشه الهاتف، يعني يعمل سكرول كرول فيه الكنترول اولت سي بريمي، في اشياء كثيره وايضا بجوده عاليه جدا وما يحتاجش انترنت كبيره. جربته حتى بتروجي تاع موبيليز ومشالي بشكل سلس جدا. راح تحتاج انت الشرط الوحيد انه تحتاج انترنت على حاسوبك وانترنت على هاتفك، ولكن في اي مكان، مش شرط انه يكون على نفس الشبكه. برنامج اخر للاسف مش مجاني، ولكن حبيت اني نذكره لربما انكم تعرفوه ولا تملكوه ولا تقدروا تشيوه، هو اسمه فيكتور ماجيك. هذا هو برنامج صغير راح يسمح للمصممين، راح يسمح لك انك تحول الاشكال الى فيكتورايزد شيبس. هذا المصمم راح يفهمها كثير، مش ندخل فيها راح نفصلها. المهم عندك لوجو كاليتي سيئه، ضعوا في فيكتور ماجيك، اضغط واحد الزر هيك وراح يصبح لك جوده حتى ال 8K 10K، وراح يصبح شكله بدون خساره الجوده مباشره هكذا، يعني تضغط وراح يصبح مباشره يعطيك شكل فيكتورايز شيب. وش راح نشرح لكم في الفيكتورايز؟ اذا على ما اعتقد انه هذه هي ابرز البرامج اللي عليك، برامج صغيره استعمالاتها كبيره ومستحيل اني احذفها من حاسوبي، كلها الان مثبته. فان كما خبرتكم اتفقنا ان قلت لك برنامج ما تعرفوش شارك هذا المقطع، ان ذكر ان كنت تعرف كل البرامج فمبروك، مشاركنا انت ببرامجك. ايضا ما تنساش انك تشاركنا ببرامج لربما برامج تكون مجانية وصغيرة واستخداماتها كبيرة جدا. ان شاء الله لو نشوفنا تفاعل كبير مع هذا الفيديو راح نقوم بنسخة نعطيكم برامج لتعديل صور، مونتاج، تصوير الشاشة كلها، يعني حزمة الكرياتيف، حزمة للانشاء المحتوى بتكون مجانية. فأرجوكم كالعادة، كان معكم صوفيا، شوفوا فيديو جاي إن شاء الله. سلام.